كيف وقع القتيل في هذه الاحتجاجات؟ عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. على اثر الاستفزازات التي قامت بها القوات الامنيه ليله البارحه والمداهمات الليليه والاستفزازات الموجهه للمواطنين، انطلقت مسيره كبرى اليوم على الساعه الواحده بعد الزوال، شارك فيها كل اهالي منزل بوزيان، رجال ونساء، اطفال وشيوخ والى اخره. فتمت المصادمات والمواجهات العنيفه، على اثرها استعمل الامن الرصاص الحي، فاستشهد هذا الشاب حمد العماري وهو متحصل على الاستاذيه في العلوم الفيزيائيه. فتصاعدت من جديد وتضاعفت هذه المواجهات، مما حصل حرق 4 حافلات لقوات الامن، وكذلك مركز الخفر الامني، وكذلك قافله لبضائع الفوسفات. يعني احراق هذه العربات التابعه للامن، هل كان قبل سقوط القتيل ام بعده نتيجه غضب المتظاهرين؟ في الاثناء تم حرق عربتين، وبعد ذلك بعد الاستشهاد تم حرق البقيه، وهناك كثير من الجرحى كذلك التحقوا بالمستشفى المحلي الذي يستقر الى ابسط مستلزمات من الادويه والرماد الى اخره، وهناك البعض الذي حملته سيارات الاسعاف الى المركز الجهوي بسيدي بوزيد. يعني حتى الان في سيدي بوزيد، في المدن الاخرى، في المكناسي، كانت هناك المظاهرات كانت تنطلق بشكل عفوي. في منزل بوزيان هل هي فعلا تنطلق بشكل عفوي ام هناك جهات تنظمها، نقابات او احزاب سياسيه او ما الى ذلك؟ بالنسبه للنقابيين او الاتحاد العام لتنظيم الشؤون، تظاهر بشكله وبصوره وبنظرته، ولكن المظاهرات والمسيرات الموجوده الان هي مظاهرات عفويه شعبيه انطلقت من كل الاحياء، من الانهج، من الشوارع، لم يحركها الا الوضع البائس، لم يحركها الا الاستفزازات التي قامت بها قوات الامن الليله البارحه، خاصه وانها عززت الامن الموجود الان، عززته بما يقارب 15 عربه، وكل حافله تحتوي على تقريبا 25 او 30 عون، مما استفز المواطنين و صعد من غضبهم. فكانت هذه المسيره وحصل ما حصل. وهناك الان، قبل اتصالكم الان، هناك خبر ما زال لم يتحقق، لم نتحقق منه، ان هناك شاب اخر ربما يحتضر وسيلتحق برفاقه الذين استشهدوا في سبيل الكرامه وفي سبيل الخبز. اذا هناك جريح اخر في حال الخطر وربما يكون في حاله احتضار، هذا الخبر لم يؤكد. طب ماذا عن اصداء حزمه الاجراءات التنمويه التي اعلنتها الحكومه، القرارات التنمويه، هل كان لها اي صدى بين المتظاهرين؟ هذه الاجراءات بين ظفرين التي اعلنت عنها السلطه هي اجراءات عائمه، ليست هناك اجراءات دقيقه وواضحه، وانما هو كلام فضفاض تعودني عليه. لم يقبل المواطن في الشارع هذه الاجراءات، ولم يصدق ما قيل. المهم ان نرى على الارض هذه الاجراءات. وما قيل البارحه واليوم واعيد فهو كلام وربما بعيد الملل، لان الاجراءات، قيل ان الاجراءات هذه ستنطلق منذ منتصف الثاني من شهر جانفي. شكرا جزيلا لك لطفي العباسي النقابي وشاهد العيان من مدينه منزل بوزيان في تونس.